السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش ردنا واحد السيليل خاصة بواحد الضغط أو لا بأغ، يعني خاصة بالتاريخ أو لا بالساعة. مثلا عندنا هذا السيليل بهذا الشكل، هذا يكفي أنني كليك على ضغوة ونتجه كيف ما دائما الفورما دو السيليل، وغادي نستيم على سبيل المثال الأغ ونستير الفورما بهذا الشكل مثلا، ثم نزير أوكي ونتجه نكتب شي قيمة تاعت الوقت. ندير على سبيل المثال أولا نبدأ بالساعات، ندير مثلا 15 ساعة، عفوا 12 ساعة، وندير 10 دقائق وتزادو 50 ثانية. أوكي، تلاحظوا أنه أفيش لنا هل التوقيت تاع الساعة وأفيش لنا بعد الفورمة بهذا الشكل هنا. ممكن كذلك نغير الفورمة انطلاقا من فورمة دو السيلول ونستير الفورمة اللي بيتنا على سبيل المثال، الفورمة كيف ما كان الاختيار. ندير أوكي، ثم تلاحظوا انه افيش لنا الساعة والدقائق والثواني وتبعهم بي ام، وممكن افيش غير وحدة فيهم او لن افيشهم كلهم انطلاقا من هذا الاختيار. ممكن ديزاكتيف انا مثلا للسكوند يعطيني هير الدقائق الساعات والدقائق مثلا بهذا الشكل هذا. اذا تنسيليكسيون داك السيلي اللي بتكون عندها علاقة بالطون اللي بنحط فيها انا داك الوقت، ثم تنتج الفورما دو السيلير وتن نسي الفورما تاعت لو طون كي بتبان، ونفس الشكل ونفس العملية كذلك تتعاود بالنسبة للضغط. تمشي الفورما دو السيلير نسي مثلا تنسي هنا ضغط، كنا تنسي اوغ بينما دابا تنسي ضغط، نسي مثلا ضغط بهذا الشكل هذا. اوكي، ثم غادي نتوج نكتب شهر 11 نهار 11 شهر 3 2005. اوكي، تلاحظوا انه افيش لنا هاد الضغط هادي بهاد الشكل هذا. ولا بغيت نغير انا المود نتاع لافيشاج في هاد السيلول، كليكي كذلك دغوا دائما ثم فورما دو سيلول ثم نستي نسير الفورما على شكل. نقدر افيش انا لو موا بوحدو، نقدر افيشي الشهر او النهار، نقدر افيشي كلشي، نقدر ازيد تا افيشي تا الساعات تا هي. اذا على حساب اختيار ديال السيو على سبيل المثال هنا على الشكل هذا. اوكي، تلاحظوا وقع شيء خطا، السيو على سبيل المثال فورما اخر وقع هذا المشكل هذا حيت العرض نتاع السيلول صغير، خصنا نتيريو نتيريو داك السيلول هادي. السيو مثلا هذا الشكل. اوكي، اذا هذه الطريقه كيفاش نغيرو او نقادو الضغط ولو، وغادي يكتفيو بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.